انا جايب لك ارقام اتمنى ان هي تعجب الساده المشاهدين، حاجات على نادي الزمالك في اي حاله ارقامه ارقامه اللي هي ارقامه هتتعرض للساده المشاهدين. الارقام انا حتى جايبها هنا، الارقام اللي هي لعب 27 مباراه، لعب الناس اللي بتحب الارقام والاحصاءات، ان نادي الزمالك لعب 27 مباراه، سجل 42 هدف، استقبل 27 هدف، معدل ده المفروض طبعا كان يتحسن، لكن ممكن تلاقي 20% ممكن ايام اوسوريو. تمام. انت بتتكلم عن فاز 14 مباراه، فاز 14، تعادل 6، هزيمه 7، طبعا رقمين كبار جدا تعادل وهزيمه دول طبعا. الاهداف من ضربات الجزاء 8 من اصل 10، اهداف من ضربات حره، نقف هنا بقى ابو العيله، انت راجل بتحب الفوائد، 12 كوره على حدود ال 18 فاولات، لم نحرز اي هدف. اللي هي ضربات حره مباشره، ضربات حره مباشره. سيسو كان بيعملها كويس دي، وكان كان بيعملها السنه اللي فاتت، لكن السنه دي ما جبناش ولا واحد، ما جبناش حتى في وجود عبد الله. يعني عبد الله جايب هدف من ضربه حره مباشره بس من ايام بيراميدز، لما كان في بيراميدز. فدي نقطه انا بحب اقف في التفاصيل دي، دي تديك اشاره، دي تحسم مباراه. صح. ان انت 12 كوره حوالين ال 18 ما تسجلش. اهداف من داخل الصندوق 39 هدف من اصل ال 42، اهداف من خارج الصندوق 3 اهداف. ده معناه ايه؟ ان احنا لازم نزود موضوع التسديد، دي مهمه جدا النقطه دي. اهداف بالقدم اليمنى، انا بقى مجنون بحب الحاجات دي، لكن 27 هدف. اقدام بالقدم اليسرى 8، نقف هنا عند ضربات الراس 6. فاحنا عندنا نقص برضو، دي عنصر مهم جدا، ان احنا ضربات الراس عندنا قلت عن السنه اللي فاتت، حتى كان وجود دي في الدوري بس. دي في الدوري، دي كل دي ارقام في الدوري. فدي كانت نقطه مهمه بالنسبه للعيبه. عندنا نخش بقى على لو بدنا الاستحواذ. الزمالك ياتي ثانيا بعد بيراميدز. جوميز من اقوى اسلحته ان هو ايه؟ الكره في رجلي. فدي حاجه من البصمات اللي ظهرت من شغل جوميز بقوه، فكره ان انت دايما الكره في رجلك. بتبقى ناقصه شويه تفاصيل، انا شايف ان هي واقفه على الجناحين. لان انا دلوقتي دونجا بيدي عبد الله، عبد الله يدي ناصر، بيبقى محتاج شويه الاجنحه تبتدي تتحرك شويه، اخش للعمق شويه، ان انا اوباما بينزل او الجزيري بينزل لازم اتحرك في ظهره. فانا شايف ان الجناحين بتوع نادي الزمالك اتحسن فيها شويه مصطفى شلبي، ان ابتدى يسيب الخط مؤخرا وابتدى يخش، اتحسن في فكره ان الجناح اللي بيخش جوه، لان الجناح اللي شاري الخط هو عارف ان هو جامد على الخط هيعدي من اي حد. لكن الكره الحديثه بتبقى محتاجه فكره ان الجناح دايما يخش العمق الملعب ويشتغل. فدي اتحسنت شويه، لكن انا شايف ان الناس تقول لك ايه، الزمالك بيستحوذ، لكن الفاعليه اللي على المرمى مش كبيره. ليه مش كبيره؟ لان انت عايز الجناحين. في عدم وجود زيزو، لا انت عندك فكره ان الجناحين لازم يشتغلوا بشكل اكتر من كده ويسهلوا الدنيا دي شويه. لكن عندك الاستحواذ بنسبه 61%، عندك دقة التمرير في المباراة 84 معدل، 448 تمريرة في كل مباراة، احنا الأول في الدوري. يعني أعلى نسبة دقة تمرير في كل فرق الدوري نادي الزمالك 84%، معدل 448 تمريرة في المباراة. دقة الكرات الطولية 54 معدل، 26 كرة في المباراة الواحدة، نأتي سادسا. كل الكور الطويلة بتطلع من رجل المسلوسي اللي هو اكتر لعيب في نادي الزمالك. فدي حاجه كان بيعتمد عليها فيريرا، لو انت ملاحظ كان بيشتغل عليها بشكل كويس. دقه الكرات العرضيه انا عايز اقف هنا 27%، معدل 4.5 كره في المباراه، احنا خامس فرقه في الدوري. فكره الكرات العرضيه 27% نسبه قليله جدا على نادي كبير، اصلا لازم تبقى الاجنحه عنده شغاله وفعاله بشكل اكبر من كده. وانا شايف، انا بحب الارقام لان هي بتشاور، هي بتشاور على حاجات مهم جدا ان احنا نبتدي نركز، زي الفاولات اللي على ال 18 لم نستغلها. فانت لازم تبتدي تدرب اللعيبه، او انت بتتعاقد مع لعيبه جدد يبقى عندهم الجوده دي. وحته العرضيات دي لازم نشتغل عليها. معدل التسديد في المباراه 13 تسديده، معدل لا باس به، ولكن اللي على المرمى 5. فدي برضو خلي بالك ابتدت تتحسن في وجود ناصر، اللي اتحسن بشكل كبير جدا،
مؤخرا على المرمى، عبد الله عنده الجوده، دونجا بيشوط بس مش زيزو موفق لو رجليه فايقه طبعا. الراجل على فكره ابتدى يتكلم في القصه بتاعت التسديد بره بره ال 18 مستر جوزيه جوميز، يعني عمال فعلا ياكد على القصه دي ان احنا فعلا عندنا نوعيه لعيبه زي فتوح يقدر يعملها. زيزو، عبد الله السعيد، ودونجا رجليه مطرقه بس تضرب على طول بعد، لكن عنده النيه. فانت ابتدى يظهر لك الفكره دي وان شاء الله تتحسن. معدل الركنيات 6 ركنيات في المباراه، ده الارقام اللي هي بتاعت فريق نادي الزمالك.